الحمد لله رب العالمين. مدحت شرفت له لبدا هير دولده فدرالك دولده حبناها كاه انت فردده وغوه الرئيو سرئيو قود وزير بشير وسلامتين سلامت إسلام كاكو سلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام نين مرتلو يهي مجرتو ودن كيني باجوكتان داد كان وادات سوماليا وريك داد والالا وليبو فهان كيجا داد كي انت يمت بقول كيف انت انقرنا ايوا ريكون فرق البيت كل بود وهو رأيو وزيرك كلا يخرج انت كلا انقصا ايوا مارك ديغان كيني اجوكتان مر لواد يمر سدحات بسورد وادا آدي آدان أقوم أحسنتهين حول الشدة يشرك عن قيمها بدن يوقت كان هدل الجوجو إن الوقب حرنتكم الجارك كونفوق البيت آد بأقوم أحسنتهين نوس الدوادة سيدا سوكل وزير كولها قود كونفوق البيت السجن وما حسين هاي ومرتقات كان أقبلاتها به وزارة دي سبو أنت أسكدب رمتي شركان قرشها هرمرنتا اسمها دلك وحيت هاي معلم بمرحلة الجوجا دلك ما أنت مهيم مدة دلك أولي هاي وحاس عضو وحلي رادي بحرين ومال في عن مرة يسوى بقولك بالتضابات اللي هو قوليستي وقبل هذا دحاؤه دم هيرفي عن لقى جاري مركي دي بحرين اعتماده وحاكو حكتو دي بقلس مركي دلكي وحروبه ديقان دينا لتقو ودن كينو ونبض نقضو وحلو باهن هاي وحاواي دي بقلس ما انتنا رجاءات وفي عن يسو كبشو يفتين يا موغضه أو صومالي نماذا دلك صومالي أو موغضه وغوه الرئيسو قوله مهم كأها لقاري دولد فدرالك يدولد حبناها كأها ويدولد صومالي وإي قارين وهيد إن دين عفسكي لغو دواغي هدي دين تي لعفيي ومانت صومالي أنا وحبا لو هاي سنين دين تاس وحي أهيد ديبوليسكي دالكي لعكتي دالكي لغود السيحي لكذا يأربور رضا يأسكول رضا يجددك يشارعي دي وويناو دالكي لغوقة بتيب أهيد ما نقف بني آذاني وحوقاتي ما هين حتى مركة وحان نوفران وشانسة ونو ديارسن إن ديبوليسكي هدنا لغة فايست تيق يدهين بوحي اللي هيلي كارو دالكي ديب لغود السيحي marka waxaan aad ugu faraxsanahay waqtiga hadal joogo iyo munaasabadan aqabteen iyo dadka qabtay oo baahda howlaha guud ee injineeradooda iyo maamulkoodaba inay dad wacyiga la socdo aqoonteedana leh una diyaarsan dib u dhiska dalka inay yihiin yaan aad ugu faraxsanahay dad horeyna u soo dhisay haddana إلهي أسوء غارسيو غوب جوغة يبلسك اللباد دلك إني قيبك النغضان إني إنت فرديان أدبان أغفر حسننا إن شاء الله تعالى وحانا رجينينا دلك سوماري ودسمه سيدي هرو لسنا سكفي عن الله لس إنا نقاري دون إن شاء الله وحيالها أغمهم سن ونرمنا شركان إنو كسوبحو ودبلسك مهم كنوغو oo dib xoreen tadaba socdo waxa kamid ah in dakadihi dalka dib loo nooleeyo gaar ahaan koonfur galbeed qorshaha dawladeed ee ay noo qorsheysan ay tahay in la helo laba dakadood oo muhiim ah midna laga dhiso baraawo midna laga dhiso marko labadana
يكلا هذان دكده سلامته ودكده جنا عسواي منا دكده اللي قدو في لها أي نقطة قدرته حولها يوحسو سارك دلك اللي قدو في لها منا جنا عسوا جود ونقطة دكده سلامة دي ساي براو وعارف قرشها نجو يهجد كبراو كسو بحو إنه صامر دينصور دينصور وكبحه وصعد وقلا إتوبي أنت وكقل باري هل برد حدود وكقل جد سكحر إنتاس إن له هلا جمع السجاس قبل كجود سكحر أي أم نقطة ودول لها درس كأه مشاس أي جد كي جمع السجاس كسر عنها أم نقطة marka waxyaalaha muhiimka ah oo hawlaha guud looga fadhiyo inay qabtaan ay ka mid tahay dalka saal la socotaan buundooyinka iyo jidadkiiba waa burbureen marka maadaama buundooyinka iyo jidadkiiba ay burbureen waxa joogsaday isu socodki waxa joogsaday ganacsigi waxa joogsaday abuuristi dhaqaalihi la abuuray iyo horumarki deegaanada dhan ya joogsaday marka waxyaalaha qorshaha aad ku darsanaysaan oo muhiimka ah oo waxaan rabnaa shirkan ka soo bixi doon inay noqoto dib u dhiska dalka waxa ugu muhiimsan sidaas oo kale waxa muhiim ah in laga fikiro degmooyinka cusub iyo kuwii hore u jirayba dhismahooda iyo istaraatiijiyadooda iyo maadaama dadkiina uu batay magaalooyinkiina ay weynaadeen magaalooyin kale oo cusub iyo degmooyin kale oo cusubna ay yimaadeen in ayagana loo helo qorsho iyo balan wasaaradda howlaha guud iyo injineerada lagu horumarinayo dhismaha degmooyinka iyo magaalooyinka bilicdooda ay qayb ka noqoto ayaga oo la shaqeynayo la kaashanayo maayarada iyo hay-adaha kale oo shaqada ku leh kala shaqeynayo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxay xasuusinaysaa ama aan maanta ay ii tahay rajadii fiicnayd oon sugaynay iyo marqaati ka tahay shirkan quruxda badan waxay marqaati ka tahay rajo gelinta dalka soomaaliya iyo dib u dhiskiisa aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhowaada shirkina waa noo furan yahay waxaana kaga mahadcelinayaa imaatinkii aad noo timaadeen oo shirkan aad u doorateen baydhaba inuu noqdo si gooni ah wasiirka sareeye guud bashiir iyo wasiir ku-xigeenka iyo bahda howlaha guud oo dhan aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Abid ka badu timo iyo il kudasha.